واحنا من مسابقات الصعبة وكذلك المسابقة المنتظرة سباق تيرسي كارتي كنتي بلوس. تنطلق بالتالي هذه المسابقة السادسة جائزة برمودا التي تخص الخيول الإنجليزية الأصيلة 4 سنوات فما فوق المسافة 2100 متر. بداية جيدة الآن بالنسبة هنا نتابع تقدم جيد بالنسبة لرقم 10 شيوغلي اللي كيبدا من جهة الحجيز بينما من الجهة الوسطى يمكن نتابعوا رقم 5 أليوغ فاندوم ثم كذلك يمكن نتابعوا رقم 8 هولابيل تومبيت من الجهة الخارجية تقدم ديال شو أوف جرين رقم 4 ثم الثنائي وورلد فيكتوري رقم 16 ثم كذلك هنا رقم 2 ميس أستراليا اللي كذلك ضمن كوكبة المقدمة في المرتبة الأخيرة يمكن نشوف رقم 12 ماجينيم وكذلك الثنائي ريلاي أون مي وإترنيتي اللي لحد الآن بدأ السباق بشكل جيد. كروزي رقم 7 مازال في المراتب المتوسطة رفقة كذلك أنا رقم 9 كندا اللي كذلك عنده منذ البداية مرتبة متوسطة ورفقة كذلك حتى أنا كنشوف رقم 15 فرانسيس راجا اللي بدأت ربما في مرتبة العاشرة من هذا السباق. أليوغ فاندوم وكذلك شوغلي اللي بدأوا بداية موافقة وهنا كذلك خروج قوي جدا في هذا المسابقة من جانب رقم 3 كما هنجيلي كذلك يقوم بسباق ممتاز وثنائي ديال السيد كريمي محمد أليوغ فاندوم وهولا بيل تومبيت رقم 8 وشوف جرين رقم 4 الثنائية ديال السيد بن هيما نجيب رقم 2 ميستا أستراليا ورقم 16 وورلد فيكتوري اللي كذلك أقوياء جدا. هولا بيل تومبيت كتحاول تقرب أكثر فأكثر رفقة لكيب يوهان بورجوا أمين موغاتي كيحاول يسرع مع الوتيرة ديال سباق لكيب لكن تأخر بشكل كبير جدا كيخلي فرصة العديد المشاركين آخرين باش يلحقوا عليه في هذا السباق. لكن الشوق اللي بدا موافقة لرقم 10 رفقة أليوغ فاندوم رقم 5 اللي كينافس بقوة على المرتبة الأولى وكذلك وورلد فيكتوري وميس أستراليا غينافسوا بقوة على الصف الأول ثم كذلك أنا كنشوفوا تقدم لرقم 15 برانسيس راجا من جهة الحاجز كما نجي رقم 3 غينافس بقوة كذلك على المرتبة الأولى. انطلاقة جيدة بالنسبة للشوق لرقم 10 في المرتبة الأولى أليوغ فاندوم انطلاقة ممتازة كذلك بالنسبة لرقم 2 ميس أستراليا اللي غتنافس بقوة على الصف الأول كما نجي رقم 3 أليوغ فاندوم اللي كيتأخر فذاتنا كيخلي الفرصة لمشاركين آخرين. جافاس فلاور كذلك ضمن كوكبة مقدمة هولا بيل تومبيت في محاولة أخيرة للظفر بها المرتبة الأولى. هنا الشوق اللي كيخلي الفرصة لكل من رقم 13 ورقم 15 برانسيس راجا ثم كذلك هنا رقم 2 ميس أستراليا في انطلاقة ممتازة هنا رقم 15 أظن برانسيس راجا اللي كتفوز بهذا السباق. إذا برانسيس راجا هي المتفوقة في هذا الشوط وميس أستراليا هولا بيل تومبيت جافاس فلاور والشوق اللي هو الخماسي ديال المقدمة لهذا الشوط. إذا نوعا ما سباق صعيب جدا كان